فلا طريقة كيفية حل مشكل تيليجرام لا يصير. نقوم بضغط على ضبط الإعدادات، ثم سوف نقوم بضغط على تطبيقات، بعد سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط على تيليجرام خاص بكم. قوموا بضغط على تيليجرام، بعد سوف نقوم بضغط على الإيقاف الإجباري، بعد سوف نقوم بضغط على الموافقة، ثم سوف نقوم بضغط على مكان التخزين، بعد سوف نقوم بضغط على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تيليجرام خاص بكم. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم تيليجرام. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة.